يجوز للمرأة أن تكون لها ضفائر ضيقة في الشعر. يعني تحدد الظهائر تجعلها أكثر من ثلاثة من أربعة؟ نعم، قد يكون كثير، يعني مربوطة في عقدة، يعني لأن هذا كثير من النسوة يفعلون هذا في بلادنا، وما تستطيع أن تفتح. نعم، الضفائر الكثيرة، هذه الضفائر الكبيرة. نعم. الصغيرة. نعم نعم. ماذا كبير؟ إذا لم يفعل هذا تشبها بالكفار ويجعل عقيدة معينة ما لا بأس. طيب. المرأة تصنع بشعرها كما تشاء. جزاك الله خير يا شيخ.